انا اسمي دعاء، انا ليسانس حقوق، كنت متجوزه، والحقيقه ان اللي حصل معايا يعني مش ممكن حد يتخيله نهائيا، ولا عقلي يستوعبه، ولا اي دين في الدنيا يقبله نهائيا. كنت متجوزه السنه اللي فاتت، وللاسف يعني انا قبلت اني اقعد مع والدته، هي ست كبيره، وتنازلت عن حاجات كتير جدا في الشبكة، وقايمتي كتبت فيها حاجتي انا بس اللي حصل بعد كده يعني حاجات تخيلت، يعني مش ممكن حد يتخيلها. انا كنت في فيلم، مش بس فيلم، يعني هو حاجة اكتر من الفيلم. بدأت تظهر حاجات غريبة جدا من الام. بدأ يكون في علاقة غريبة جدا ما بين الأم وابنها. بدأت تطلب مني أنا نفسي أمور غير عادية، يعني أمور شاذة جدا. لما رفضت الموضوع ده، بدأت تتهمني في أخلاقي، وتقول عليا كلام مش حقيقي. بدأت إنها تقول لابنها إن أنا مش يعني بكلم رجالة أو بعمل حاجات مش كويسة في البيت، وكل ده كلام مش حقيقي. من أول يوم بدأ عمال يكلمني في موضوع، يعني واحدة مع واحدة، كلام غريب جدا، ما يعني مش ممكن حد في الدنيا يقدر يستوعبه، وأنا مش فاهمة إيه اللي بيحصل يعني. فهي الموضوع كله، المشاكل كلها حصلت في شهر. انا كل علاقتي في الجواز بيه هو شهر واحد، وهو سافر اسبوعين في عمل. في الوقت اللي هو سافر فيه، امه طلبت مني، بدأت ان هي تبص لي نظرات غريبة جدا، بدأت تقول لي ايه رأيك ان انا اعمل معاكي زي ما هو بيعمل. وانا كان ردي عليها ان اللي بيعمل كده بيروح جهنم، يعني ما ملهاش اي معنى تاني. وبرضو مش مستوعبة ومش متخيلة اللي بيتقال، يعني ست مسنة كمان، يعني مش مستوعبة كل اللي بيحصل ده. طبعا بعد كده يعني انا ما اتجوزتش بشكل طبيعي، لان هو برضو عنده مشكلات، عدم قدرة على امور الزواج. فكل اللي حصل لي يعتبر حادث مش اكتر، لكن انا ما فيش اي شيء حصل بيني وبينه، ما فيش. كنت عايشة حياة مش ممكن ابدا حد يتخيلها او يتقبلها، لدرجة انا في بيتي المفروض ان انا استأذن وانا قايمة، وانا داخلة التويلت، وانا بعمل اي حاجة لازم استأذن. فاللي حصل ان هو رجع من السفر ووداني عند اهلي زيارة، وافتعل المشكلة، ولقيناه عامل لي هاك على تليفوني، فبعت لي انذار بالطاعه. ده انا يعني حضراتكم تخيلوا ان انا شهر عروسه، شهر، وجاي لي محضر بانذار بالطاعه، وانا مش فاهمه فيه ايه ومش مستوعبه. اهلا وسهلا بكل متابعينا متابعي موقع بصراحه الاخباري في كل مكان، معكم في هذا البث المباشر الجديد عبد الله حسين. احنا دلوقتي معانا واقعه غريبه جدا جدا، يعني ما بين زوج وزوجته. استاذه دعاء يعني بتستغيث من زوجها وحاله الابتزاز اللي بتتعرض ليها بشكل يومي من قبل زوجها. ايه اللي بيحصل معاها وايه اللي طلبه منها زوجها؟ نعرف طبعا كل التفاصيل. هتقول لنا في البدايه ايه اللي كان بيطلبه من زوجك، كان عاوزك تعملي ايه بالظبط؟ هو في البداية خالص لما سلمت على زوجك، في البداية خالص لما يعني هو ك من اول يوم زواج، بدأ يكلمني في موضوع، بيقول لي انتي شفتي قبل كده يعني واحدة مع واحدة؟ فقلت له هو ايه اللي بتقوله ده، يعني ده كلام غريب جدا، حاجة ما ينفعش تكلمني فيها اصلا، دي حاجات حرام. فما سألنيش في يعني ما قاليش حتى هو ليه بيقول لي كده. ما حصلش بينا حاجة بشكل طبيعي. وبالفعل يعني من تالت يوم رحنا للدكتور، ان هو سبب لي اصابة، سبب لي جرح، وما حصلش اي حاجة لان هو غير قادر. يعني هو ما عملش علاقة معاكي أصلا؟ ما حصلش، هو كل اللي حصل ان انا حصل لي اصابة بس، هو ده اللي حصل لي. كان في محاولات كتير جدا منه، ولكن محاولات فاشلة، ما حصلش متجوز اي قبلك حاجة. ولا لا لا كان أول مرة؟ اه تمام. فبرضو انا ساكتة وما اتكلمتش، ما قلتش لأهلي اي حاجة.
كانت امه مجرد ما تلاقيه مثلا يعني بيتكلم معايا او بايده بتلمسني بتتخانق بطريقه غير عاديه ومعرفش مش لاقيه مبرر للي بتعمله، بعمل لها كل حاجه في البيت بتتخانق برضو، فبدا يقول لي هي مش لاقيه لك غلطه. قلت له هي ليه اصلا تدور لي على غلطه؟ يعني ليه دايما بندور على الغلط؟ فبعد ما عمل يعني حصلت بقى مشكلات كتير، وعمل لي الإنذار بالطاعة. عايز اسال هنا الام، يعني هل بداتي من امتى تحكي لوالدتك على الحاجات الغريبه اللي انت شفتيها؟ وهي كان رد فعل ايه؟ يعني احكي لنا كده في البدايه، يعني ازاي بنتك حكت لك، وازاي انت يعني كست اكبر منها خبره في الحياه وفي الزواج، كان تعاملك ازاي في اللي هي بتحكيه يعني؟ انا ما كنتش متوقعه اصلا، يعني هو الواحد ما فيش اي كملي خليك المايك. انا ما كنتش متوقعه اصلا اللي بيحصل. هي لما بقت ما قالت لي كده انا مش مصدقه، فازاي يعني؟ وما قالتليش الا لما جالها انذار الطاعه يعني، وخلاص على مدار هتضطر. شهر كامل مع كل اللي شافته غلط ما قالتليش ما اي فتحتش حاجه معاكي اي حاجه، اي حاجه، ولا قالت لي اي حاجه يعني، ولا انت سالتيها ولا لما هي حكيت لك ان ما حصلش؟ لا هو انا بقول لها مالك في، قالت لا يعني تعبان عادي يعني. شفنا يعني الدخول، هو كان مع يعني دخول، هو ما دخلش يعني عليه، اعتبر عورها، بس عمل فض بقى للغشاء من الجنب، فالدكاترة كلهم قالوا له فض، بس هو ما عرفش يدخل يعني الدخول تمام. الكامل ده. وبعد كده لما كل الحاجات اللي حكيتها كده ما جاتش فتحت معاكي موضوع، او انت شفتي عليها تغير، او وجهها كان ابدا متغير؟ انا اسالها اقول لها محمد عامل يعني، جوزك عامل ايه معاكي؟ تقول لي كويس، ما تقولش حاجه يعني. هي متعوده ان احنا يعني ده سر بينها الموضوع وبين كان حساس شوية. وفاهم، ما طب بتقولش الحاجات يعني هم. الغلط اللي حماتها طلبتها بيها دي ما جاتش قالت لك؟ ما قالتليش اي حاجه غير لما هو خلاص هيطلق يعني، خلاص ما خلاص فيش. الموضوع وصل لطريق مسدود، فبدأت تحكي فهي لك. مش عارفه، مش طب متوقعه حاجه. ردفعلك ايه لما سمعت الكلام ده اول مرة يا امي؟ انا ما كنت هتجنن، انا الست نفسها قالت لي يعني وانا بنجيب بنتي، الست لقيتها بتقول لي هو انت مفكرين ان انا بنام جنب ابني؟ هو بنعمل حاجه، وقاعده ترقص كده بطريقه يعني، انا قلت مجنونه دي، اي حاجه مش ممكن تكون ام طبيعيه. واحساسك ايه يا امي لما انت بقى لقيتي فرحة بنتك كده بتطير فرحه بنتي وبتتسرق؟ اتكسرت من اول اسبوع، من اول اسبوع وانا حاسه لما الست اللي يعني دمرتها يعني. انا رحت الست لقيتها زي ما يكون وحش كاسر عليها، انا ما كنتش متخيله، ليه انا ما كنتش فاكراها ست طيبه، لقيتها هتاكل بنتي كده عشان خرجت معايا. قلت لها يعني هي طب حصل ايه يعني ان هي خرجت؟ تقول لي لا ازاي تخرج وتسيبني، هو مش متجوزها عشاني؟ قلت لها ماشي انت والدته، بس هي يعني عادي خرجت معايا، طب هي عملت فيكي ايه؟ يعني هي والدته كانت بتغير منها؟ ايوه، وانا قلت له هذا الكلام، قلت له طب هي والدتك بتغير، طب انت هي عامله لك كل حاجه، ناقصك ايه؟ تقول لي اصل انا من ساعه ما هي جت وانا ما بعملش حاجه، هي بتعمل لي كل حاجه. قلت لها طب خلاص انت مش طب يا عايزه، امي بعد ما حكت لك كان رد فعلك ايه؟ هعمل ايه؟ فوضت امري لله، انا اهم حاجه كنت اخد بنتي عندي. خدتيها عندك واجهتيه بقى بالكلام ده؟ ما خلاص بقى رحنا المحكمه بقى، خلاص انتوا ما خلاص. كانش في اي وسيط تدخل؟ لا لا، ما فيش وسط، ده ملوش كبير عقله، ما هو امه كبير وبس، ما يسمحش كلامه غير امه، ولا ليه اهل ولا ليه اي حد، كل اهله لا يا فندم، يعني هي دلوقتي دخلنا في موضوع بيبتز بنتك بصور وفيديوهات، او بنتك قالت لك ده بيحصل بين امه واحد اتنين تلاتة، كل ده عملنا واجهتوه بيه بالكلام ده؟ واجهناه في المحاضر، بس ما واجهناهوش، احنا مش عارفين نروح، انا مش ما عايزين. حاولش حتى لا هو بس جبان، هو يجي قدامك ما يقدرش يتكلم، واقف كده ما ينطقش، تشوفه كده تقول ده ملاك نازل من السماء، لكن قلة الأدب والحاجات، الألفاظ اللي بيقولها والحاجات دي كلها يعني، انت لو شفتها انت نفسك هتحرج من الكلام ده، ازاي الواحد يقول كده على مراته او يجرؤ انه يقول كده يعني طب هو حاجة. حاول بقى يعني ازاي بيخوض في عرضها؟ يعني واحد يعني ده بيخوض انا في عرضه؟ كل يعني ابوها واخوها وكل قرايبنا عايزين يموتوا، قلت لهم لا ده كلب ما حدش لا يضيح احنا فيه. برضو انا بحفظ برضو ايوه على احنا بعض الالفاظ، بس حضرتك يعني ازاي تخيلت الموقف وتخيلت اللي بنت حضرتك بتحكيه يعني؟ انا بص الموقف ده انا ذهلت، انا زي ما اكون عايشه في فيلم، لو شفته في فيلم مش هصدق الفيلم،
لكن بنتي صادقة وقالت لي الكلام ده، انا مش متخيلاه ازاي يعني ده يحصل. كمان انا لما واجهته، خد المايك معلش، لما واجهته بالكلام ده، لان انا شفت حاجات غريبه يعني بعد الانذار بتاعه. اول انت حكيت الموضوع ليه؟ انا عايز اقف عند النقطه دي. لما تاكدت يعني بالظبط، يعني انا في البدايه كنت حاسه، دلوقتي متاكده بالظبط. في البدايه انا كنت فاهمه، يعني كان بيقول لي دي بتهزر، ان امه بتهزر، فقلت له هو في حاجات ما فيهاش هزار ما تنفعش. فبدا ان هو لما كان مسافر بدا يكلمها بطريقه غريبه جدا عليا، يعني تقول له مثلا ده احنا دخلنا يعني ناخد شاور مع بعض، ده ما حصلش. يعني هي بتسبق بحاجات غريبه، يقول لها ما هي يعني سوري في اللي هقوله، يقول لها هي يعني بدا ان هو يعني ما ينفعش راجل بيوصف مراته لامه بمعنى اصح. يعني هو هي قالت لي بالنص كده وهو مسافر، انت صعبانه عليا، جوزك مسافر وما لحقتيش تتهني، ايه رايك انا البس بنطلون واعمل لك راجل واجي انا اعمل معاكي نفس اللي كان بيعمله معاكي. انا متنحه كده ومش في حاله ذهول، انا مش مستوعبه اللي بيتقال. فقلت لها ايه اللي بتقوليه ده؟ قالت لي ايوه عادي، فيها ايه؟ قلت لها اللي يعمل كده يروح جهنم. راحت هزت لي دماغها كده وسكتت. مفيش يومين وابنها جه، رجع من السفر، تم طرده من عمله هناك لسوء سلوكه والعدم مهنيته. هو يعني هو معاه كارنيه محامي. هي اول ما جت، اول ما هو جه، هي الله اعلم قالت له ايه، يعني بدات ان هي تقول له حاجات فيا مش كويسه. فلقيته جاي بيتخانق معايا، انت بتكلمي مين؟ بدا يقول لي انت هو انت بتكلمي مين الستات اللي بتكلميها؟ يعني مش رجاله، ان هو كان عاملي هاك على تليفوني بس ما لقانيش بكلم رجاله، فمش عارف يمسك حاجه عليا. بدا ان هو يقول لي انت بتتكلمي زمايلك وصحباتك دول تقطعي علاقتك بيهم. قلت له يعني ايه؟ قال لي هو كده، هو انا هستنى ان يبقى تعملي علاقات معاهم واحده مع واحده؟ برده نفس الكلام ده، كلام غريب جدا. يعني ايه يعني ايه اعمل علاقه مع واحده؟ فالكلام يعني انا حتى الان انا مش مدركه. فهو ده اللي حصل بعد ما يعني حصلت المشاكل وقتها. ما حسيتيش وانت في الشهر اللي عايشه في البيت ده، البيت الذي يسكن فيه الشيطان، ان انت خلاص انت اللي هتمشي، انا مش هكمل؟ حسيت الوقت ده لما رجعت. تمام، الموقف الحاسم ده جه يعني بعد الانذار بتاعه، هو جه صالحني قبلها؟ لا، بعدها. ما كان لسه كل ده كانت شكوك بالنسبه لي، يعني ما كنتش لسه متاكده 100%. لما رجعت بقى معاه لقيته بيقف قدامها بدون اي ملابس تماما، اما انا بقيت بصوت قدامه بقول ايه اللي بيحصل، انا مش مستوعبه اللي بيحصل. يضحك ويقول لي عادي. بدات ان هي يعني تلمسه من مناطق ما تنفعش خالص، تزعق وتقول لي ده جوزي قبل ما يبقى جوزك، ده انا اللي عملته له، ده هقول لك انا كنت بعمل فيه ايه من وهو صغير. بدات يعني كلام غريب جدا. لما واجهته بقى يضحك ويقول لي عادي، يقول لي انا متجوز اتنين، انت وهي، انا متجوزكم انتوا الاثنين. قلت له لا، علاقتك بامك حاجه وعلاقتك بمراتك حاجه تانية. انت بتتكلمي دلوقتي يعني دي علاقه خارج الطبيعه وخارج الدين واي اديان في الدنيا ما تتقبلهاش نهائيا، يعني حتى الكفره ما بيعملوش كده مع اهليهم. حضرتك اثبتتي فعلا ان هو كان بيعمل علاقه مع للمحكمة يعني؟ لا، انا شفت ده بنفسي، ان هو هي منعته بعد كده ان هو ينام جنبي، بقى في تهديدات، ان هي يعني انا بقيت اسمعهم، هي بقى مهدداه بحاجات ان هي هتفضحه او هتقولي انا الكلام ده بشكل حقيقي لاني كنت بسمعهم. فما بقاش يبات جنبي خالص، بقى بيبات جنب امه، وكنت بشوف اوضاع غريبه جدا ما بينهم وهما نايمين. بدات ان هي بتلبس ملابس يعني كاشفه جدا بالنسبه لسنها كامراه مسنه سبعينيه، دي حاجه لا تليق بها ابدا، ما ينفعش. فبدات ان هي تكلمني في لبسي، اللي هو انت ليه بتلبسي كده؟ فانا كمان هلبس، يعني انا شايفاها هي غيره زوجات، مش غيره ام نهائيا. فالوضع بالنسبه لي كان غريب. يعني بدا ان هو فصل عني النت عشان ما اقدرش اوصل لاهلي، يعني لما الاكل اللي اهلي جايبينه لي خلص، بدا ان هو يذلني، بدا يقول لي بدا يقول لي انت علشان اجيب لك اكل تروحي تقعدي مع ماما وتقعدي على حجرها وتبوسيها وانا هجيب لك اللي انت عاوزاه.
قلت له انا مش عاوزه حاجه، انا مش عاوزه اقعد هنا، ما كنتش عارفه اوصل لاهلي خالص. بس الحمد لله يعني جت، كان من عند ربنا، جاي لي دقايق لوحدها، ما اعرفش جايه لي منين. فبعت لاهلي وقلت لهم على كل اللي عمله، لان هو صورني في اوضه النوم، بدا ان هو يبتزني بالصور دي. وعملت محضر بالكلام ده. عرفت ازاي ان هو صورني؟ الأول مرة لقيته فجأة، يعني بدأ إن هو يقرب مني على غير طبيعته، لأن هو مش بيقرب، مش بتحصل حاجة. وفجأة راح مطلع الموبايل بتاعه وبدأ إن هو يصورني. فروحت زقاه، إيه اللي أنت بتعمله ده؟ يقول لي أصل أنا بحب، عايزة أشوف نفسي، في حين إن هو جايبني أنا، هو مش جايب نفسه. كل شوية عايزني إن أنا، يقول لي يعني شيلي الهدوم دي كلها، عايز يصورني، مصمم إن هو يصورني بدون أي ملابس. قلت له هو أنا قدامك أهو، يعني إزاي تعمل حاجة زي كده؟ فسمعت أمه برضو صورها عشان تذلها، يعني أنا مراتك، هل إحنا بنتجوز بعقود شرعية عشان يتعمل فينا كده؟ فكل ده كان صعب عليا. أنا مسحت الفيديو في وقتها، بس بعد ما حصل بينا خلافات، بعد ما عمل لي الانذار بالطاعة، ساعتها انا عملت طلبت الطلاق طبعا، لاني مستحيل ان انا اقعد معاهم بعد كل اللي حصل. فبعت لي على الواتساب كاميرا وقال لي انت ما شفتيش الكاميرا دي قبل كده، دي ليها عندك كلام كتير هقوله في وقته. غير لي برضو اسمي على الماسنجر ان انا ليا فيديوهات جنسية، وفي حين لا هو كاتب كده بحيث ان انا، هو متخيل ان انا هخاف، فمش هقدر افضحه، مش هقدر اتكلم. وكل ده انا ساكته، يعني كل دي مشاكل ما بيننا بقالها سنه. فالحمد لله، يعني انا ربنا وقف جنبي وتم الطلاق. لما هو سرق عفشي واستعان باربع شهود زور. ولكن الحمد لله ربنا حكم، يعني المحامي بتاعي رفض ان هو يتنازل عن القضيه بتاعتي، وفضل جنبي وسبب له اهانات كبيره جدا في مقابل ان هو يسيب القضيه بتاعتي، واتحكم عليه بسنه حبس. وقتها بس سلمني عفشي تبديد، ده في التبديد. وقتها بس طلقني، واحنا عند المأذون ما كانش برضو عاوز يطلقني، وعمال جاي يتودد ليا تاني. قلت له انت شايف ان الموضوع طبيعي او سهل؟ فاتطلقت وخلاص، خلصت منه وعملت محضر بعدم التعرض ليا وانتهينا. جه شهرين، يعني بعد شهرين من الطلاق، لقيت جايلي جواب من المحكمة بجلسة، هو أنا خلاص القضايا خلصت، جدد دعوة شطب الطلاق، جددها من تاني. طيب أنت عاوز إيه؟ رايح يقول للقاضي الطلاق عند مأذون وطلاق على الإبراء، أنا تنازلت عن نفقاتي وعن كل حاجة مقابل إنه طلقني، إنه خلاص أنا مش عايزاك، مش هينفع. فرايح يقول للقاضي هي أنا مش عارف أخطب تاني، وهي أذتني في مشاعري. يعني حضرتك متخيل، يعني هل اذيته في مشاعره مش عارف يخطب؟ وبعد يعني العده ما خلصت خلاص كده بالظبط، ويعني طلاق بائن، دي طلقه بائنه، يعني ما ينفعش. هي طلقه اولى تقريبا، ما هي طلقه، هي ما يعني اللي هو الرجعي ان هو ممكن يردني. بالظبط، فدي كانت طلقه بائنه. بالظبط، فدي طلقه بائنه. فخلاص دي انتهينا منها لما قدمنا قسيمه الطلاق وقتها. اللي حصل بقى الايام دي ان انا نسيته خلاص، والنهارده بالظبط انا تميت 8 شهور مطلقه رسمي. لقيت جايلي استدعاء من النيابه عامل فيا قضيه سب وقذف، ان انا قلت له على الواتساب ان انت مش راجل وابن امك، هي دي تهمتي، يعني انا بقيت وسط المجرمين بالتهمه دي. ف ده كان اقل رد فعل ان انا اقوله على الكلام اللي هو وجهولي. هو وجه لي ان مكلمني في شرفي، يعني طعني في شرفي وفي اخلاقي، ومعهوش اي دليل على كده. فانا مش فاهمه، ده واحد معاه كارنيه محاماه وواخد زوال من المهنه اكتر من مره، ومش محامي، يعني هو مقيد في النقابه ولكن ما عندوش اي مهنيه ولا اي معرفه قانونيه نهائيا. فمجرد ان هو يحط اسمه في اي قضيه فخلاص يقدر يجدد بيه الكارنيه ويتعامل بقى قضايا عادي، يسب في الناس عادي. فطبعا انا خدت اخلاء سبيل من النيابه،
الكلام ده كان يوم الاثنين. يعني كان ممكن ان انا انزل الحجز، كان ممكن يتحفظوا عليا بتهمة ايه. في النهاية بتطلبي بيه، مش هتطور عليه. انا كل اللي انا عاوزاه، انا طبعا انا هقدم كل مستنداتي واوراقي، هقدمها في المحكمه الاقتصاديه، بس دي اساءه سمعه ليا. انا بطالب نقيب المحامين بشطب البني ادم ده، لان ده حقيقي يعني. لا احنا بس عشان نقفل او تبقى الطلبات منطقيه، تمام هو الراجل رفع دعوه، تمام هو الاول له حق الرد طبعا على كل الكلام اللي حضرتك قلتيه. تمام احنا مش طرف في القضيه، احنا مجرد بننقل الخبر، الكلام كله على مسؤوليه حضرتك، واحنا تمام او كموقع بصراحه يعني مش طرف في القضيه، والطرف الاخر حق الرد، ولكن تمام هو حد رفع دعوه او رفع بلاغ، ومن حق اي حد يتقدم ببلاغ تمام ويقاضي اي حد، ولكن كخصم او كزوجه او كحاجه هو من حقه يرفع على حضرتك اي دعوه، انت من حق حضرتك ترفع عليه اي دعوه ما دام بتملك المستندات ان الواقعه صحيحه ومعاك ما يثبت ده. تمام ولكن هنرجع للنقطه المهمه والاساسيه، لو البيت ده قبل ما تدخليه كنتوش سألته أو حد قال لكم على أي حاجة؟ محدش يعرف عنهم أي حاجة. ملايكة قدام الناس. محدش يعرف ما فيش ومش ظاهر عليهم أي حاجة، ده نظرة العين نفسها اتغيرت جوه البيت، نظرة شيطانية رهيبة جوه البيت، غير الشارع نهائيا. تمثيل غير عادي يعني. مدعي الأخلاق ومدعي إن هو ما فيش زيه ومدعي كل حاجة، تشوفي تقول ده ملاك. هو شهر برضو للأسف. شهر خطوبة. شهر للأسف. شهر جواز. بالظبط. لو نوصف الشهرين دول نوصفهم بكلمتين كده، يعني أسوأ أيام عمري. هي أنا ما شفتش، يعني عمري ما هشوف حاجة زي دي نهائيا. أنا كنت مخطوفة، يعني كنت مخطوفة ومحبوسة. اتعاملتي ازاي مع بنتك بعد ما حكت لك كل ده؟ ازاي خدتها في حضنك وعالجتي جراحها دي؟ بنتي ما كانتش بتنام عندهم، كانت عايشة في رعب. بعد ما جات لك أما بقى جاتني وحكت بقى لك. خلاص انت حبيبتي، انت اللي جيت، ربنا نجاك من الاشكال دي، خلاص الحمد لله، بقيت احمد ربنا ان ربنا نجاها منه، ان ربنا انقذها نجدها. انا قلت الحمد لله يا رب انت نجدتها منهم، يعني نجدتها دي بالسم بالدنيا كلها. انا بس حاجة اخيرة، انا كل اللي انا اللي خايفة منه ان هو كان بعت لي ان هو استعاد المحذوفات، اي حاجة انا حذفتها. وانا قلقانة يكون نزل لي حاجة على المواقع باسم غير اسمي، لان هو اللي انا اكتشفته برضو من جوه بيته ان هو بيعمل حاجات زي كده، وسبق انه منزل لحد صور زي كده باسم غير الاسم الحقيقي، فانا مش عارفة اقدر اعرف ازاي حاجة زي دي. هو مباحث الانترنت طبعا تقدر تتتبع كل حاجة عملها، ولو اي حاجة موجودة طبعا ليك حق. كل يعني احنا سمعنا الشكوى بتاعت حضرتك وحضرتك وصفناها، ان شاء الله لو ليك اي حق قانوني طبعا تقدري تاخديه، احنا في دولة قانون. كل المستندات وكل حاجة كله بالدليل، مفيش حاجة. احنا بنقول تاني، احنا عرضنا المشكلة والطرف الاخر له حق الرد. احنا بنشكركم على تواجدكم، يعني اسفين يعني لو كنا جددنا الالام عليكم، ولكن من حقك تعرضي كل مشكلتك، ان شاء الله ربنا يخرجكم من الازمه دي على خير. والحمد لله كمان مره بنقول انه يعني الحمد لله هي ان كل اللي حصل ده كان هو على خلاف يعني طبيعه البشر وطبيعه الاديان، وان مفيش اي دين ولا عقل ولا اي حد يستقيم معاه الوصف اللي حضرتك وصفتيه. نشكركم، ولو عايزين تقولوا اي حاجه اخيره يعني اتفضلوا قولوها. مش هنقول غير حسبي الله ونعم الوكيل، احنا مفوضين ربنا في الموضوع من الاول للاخر بس. حسبي الله. شكرا.